في شبكه اسمها بلومبرج، دي يعني بتهتم بالتطور الاقتصادي في الدول وكلام زي كده، فجت قالت لك ايه بقى؟ زياده معدل المواليد في مصر خلال السنوات الاخيره هي اكثر المشاكل اللي بتواجه مصر، حتى لو كان المصريين مش عارفين كده. يعني عارفين حضراتكم يعني احنا من 25 يناير لغايه النهارده احنا زدنا بارقام كبيره جدا، لو صدقت الارقام اللي هم بيقولوها احنا بنتكلم على 11 مليون نسمه على الاقل، ممكن الرقم ده يوصل لاكثر من كده. هم ليه؟ طبعا احنا وفقا لارقامنا احنا يعني ارقام التعبئه والاحصاء والكلام ده، لا احنا بنتكلم على 15 مليون زادوا من، يعني تخيلوا حضراتكم فاكرين 25 يناير والشعب بيقول اسقاط النظام، فاكرين اليوم ده لغايه النهارده كده خلف كتير اسقط النظام وخلف 15 مليون بني ادم، مش والله رقم مهيب. الغريبه انه يعني الظرف والوقت مش عارفه ايه العلاقه ما بين ده وده، يعني كان الاوضاع طبعا الدنيا ملتهبه والمشاكل والوضع السياسي والاقتصادي ومش عارفه ازاي المفروض لما يكون المستوى الاقتصادي يعني الدنيا تعبانه بالظبط الناس تخلف ما تخلفش، بس في وجهه نظر عند ناس كتيره يعني سبب خلفتهم الكتير يقول لك انا بخلف علشان يساعدوني على المعايش، يعني ان الولاد دول هيجوا برزقهم هيشتغلوا بعد كده يشيلوا معايا. بص يا ابن هانم شوف الرسمه دي، بص حضراتكم احنا في الناس اللي في الاقتصاد والكلام ده بتقول لك ايه؟ بتقول لك مدى الايه يعني لاي مدى في ميل في المنحنى، فالمنحنى لغايه 2011 كان ماشي يعني ايه؟ كانه رايح لانه يبقى خط افقي. ياخدوا حضراتكم وبعدين فجاه راح ضرب تك، احنا بنخلف يا اخوانا، يعني احنا الحاجه اللي ما توقفناش عنها على الاطلاق من 2011 لغايه النهارده ولا احنا نخلف. ده الانتاج الوحيد اللي احنا يعني الانتاج فيه. طب خدوا بال حضراتكم الكلام ده، واحنا طبعا احنا بنقوله علشان ايه؟ يعني نخفف على حضراتكم الاخبار السيئه، بس ده خبر سيء. يعني معلش حضراتكم لو تركزوا في الارقام دهيت يبقى ده معناه ان احنا بنحمل نفسنا فوق طاقتنا، ونيجي في الاخر خالص نقول لك هو فين بقى الميه؟ وفين الكهرباء؟ والكهرباء غليت والتعليم والصحه والطرق كل الخدمات والحاجات اللي هي المفترض تكون سهله وميسره للمواطن، كل ما بنزيد في العدد فنصيب المواطن يقل، وبالتالي الحمل يكون اكبر على الدوله انها توفر ده مع الدخل. ما هو ده مهم برضه، ما هو اصل انت بقول لك ايه؟ ما هو كثره في العرض، اسف كثره في الطلب وقله في العرض، يبقى تقطع عليها بالضروره انك انت السلع هتغلى، ما هو بالمنطق. فبالتالي معلش احنا بنقول لحضراتكم اخواننا اللي ربنا اكرمه بطفلين ثلاثة خلاص نكتفي بهذا القدر. فين حملات تنظيم الأسرة؟ ده بقى كلام تاني مهم، يعني كان في شغل برضو، كان في عندنا وزارة للإسكان ولا السكان أسفة وكانت بتشتغل وحملات توعية وننزل للناس في الأرياف في يعني المناطق برضو القرى والنجوع إن هم ما يكونوش عارفين إن ده هيبقى حمل عليهم وحمل على البلد، بس يمكن نجي لهم من زاوية إن ده حمل على المواطن نفسه، إنه خدماتك هتتأثر ودخلك هيتأثر، فالدور ده ما بقاش موجود، يعني ما بقاش شايفين حملات توعية والاعلانات اللي كانت بتيجي في التلفزيون زمان برضه المعتز دي برضه ما بقتش موجوده. على كل الاحوال احنا كان مهم ان نقول ده لانه ده مش من عندنا، ده من عندهم، يعني هم نفسهم شايفين ان اللي حصل في مصر ده غير طبيعي وطفره سكانيه كبيره وحتى يعني بيقولوا ده بيقارنونا يقول لك 11 مليون وفقا لارقامهم ده بيعادل حجم دوله، يعني قالوا على اليونان يعني احنا خلفنا في من 7 سنين دوله صغيره كده اسمها اليونان، احنا خلفنا اليونان شويه يونانيين صغننين كده يعني ربنا يا رب يعني نشد حيلنا كلنا وعايزين نعمل حلقة على الموضوع ده ماشي تمام اتفقنا بإذن الله.